لتوجيهات السيد محافظ نينوى المحترم الأستاذ عبد القادر الدخيل، ومن أجل ديمومة عمل المشاريع من حيث الكمية والجودة، الكوادر الهندسية والفنية في مديرية ماء محافظة نينوى تواصل إشرافها على العمل المنفذ من قبل شركة جوهرة الريان ضمن أعمال تأهيل ماء مشروع الأيسر القديم. طبعاً مشروع ماء الأيسر القديم من المشاريع المهمة جداً، والتي تغذي حوالي 30% من الساحل الأيسر مثل الموصل، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 9000 مكعب في الساعة الواحدة. وتيرة العمل حالياً بدأ بالتصاعد، وإن شاء الله يتم إنجاز المشروع خلال فترة محددة. طبعاً المشروع مشاريع الأمن الغذائي وبكلفة بحدود المليارين دينار عراقي، والعمل إن شاء الله مستمر. ويضمن العمل مجموعة من الفقرات، أهمها تبديل طواقم المشروع وكذلك تأهيل المشروع، تأهيل كافة مرافق المشروع لضمان جودة الماء المنتج وكذلك كمية الماء المنتج لتغطية أغلب أحياء الساحل الأيسر مثل الموصل. وإن شاء الله كوادرنا مستمرة بأعمالها وعلى مدار 24 ساعة من أجل تحسين الخدمة وديمومته لضمان إيصال الماء إلى كافة أنحاء المدينة وكذلك كافة أنحاء المحافظة، وإن شاء الله مستمرون بالعمل.